صباح الخير على حضراتكم مرة تانية، بنجدد الترحيب بحضراتكم وبنرجع من تاني لقاعة المؤتمرات مدينة شرم الشيخ، ومكملين معاكم لقاءاتنا النهاردة. وعدد كبير من الشباب بيحضر المؤتمر، حريص على حضور الجلسات، حريص على حضور ورش العمل المختلفة في كل مجالاتها. بيسعدني يكون معايا الأستاذ خالد رضا، مسؤول لجنة الشباب بالإسماعيلية. أهلا بحضرتك. برحب أيضا بالأستاذ عمر مكرم، مسؤول لجنة الشباب بمرسى مطروح. أهلا بحضرتك، تنورنا النهاردة. ويعني المؤتمر وفعاليات المؤتمر بالتأكيد يعني بيحظى باهتمام عدد كبير من الشباب. خليني الأول أتكلم عن شباب الإسماعيلية باعتبارك مسؤول لجنة الشباب. شباب الإسماعيلية الحمد لله شباب عنده وعي، عنده احساس كبير جدا وبيشارك وظهر بقوه بعد 30/6. يعني اكتر حاجه ان الشباب بقى عندهم طموح اكتر. هو كان الطموح قبل 25 تهد طبعا لما جت الوعكه الصحيه اللي جت لمصر كلها، فربنا كرمنا وحررنا من الكارثه اللي كانت حط البلد راحه فيها. والحمد لله الشباب بقى عنده رغبه في المشاركه، بيلاقي دوره النهارده. الشاب النهارده لما بينزل يعمل حاجه، بيخدم، بيحل مشكله مواطن متواجد، في اهتمام من الدوله بالشباب. يعني في تسجيل عقبات النهارده جامد جدا عند اي مسؤول، مكاتب المسؤولين مفتوحه، مكتب محافظ، مكتب مدير امن، مكتب رئيس مدينه، رئيس حي، بينزل النهارده اي شاب عنده مشكله في مكانه، في منطقته، في حيه، في الشارع بتاعه، في قريته، بيقدر يتواصل مع المسؤولين، بيقدر يوفر حلها. لو حتى المسؤول الاقل في الترتيب ما حلهاش، بيطلع في المستوى الاعلى بيحل. فالنهارده الشباب لما لقى حاجه زي كده، لقى ان في بيشارك بصوره صوته مسموع، بيقدر يشارك في حل مشاكل مجتمعه، فاصبح عنده الدافع انه يشارك في مؤتمر، دافع انه يبقى موجود في وطن، بيحب وطنه وخايف على وطنه. في اي ازمه تلاقي الشباب موجودين فيها بيواجهوها. يعني احنا شفنا الشباب في ازمه ارتفاع الاسعار، الشباب مشارك. يعني الشباب النهارده بيشارك في توفير سلع، في توفير سلع مخفضه، في توصيل السلع للمواطن المستحق. يعني النهارده الشاب بقى من ده ناتج ايه؟ ده ناتج ايه اللي وصلنا لكده؟ ايه اللي وصل الشاب ان بيعمل حاجه زي كده؟ ايه اللي وصله؟ ان هو عنده ثقه في القياده بتاعته، عنده ثقه ان هو شغله دوت مش هيبقى لله ومحدش هياخده، يعني شغله بيعمله لصالح بلده، وعائد عليه انه بيقدر يخدم. يعني النهارده الشاب لما هو بيقدر يخدم ويقدر يحل مشكله، هو مبسوط، بيلاقي نفسه. الشاب اللي عنده طموح كان الاول كان فيه عزوف سياسي، مفيش مشاركه سياسيه، مفيش حد بيشارك سياسيا في اي مجال من المجالات الموجوده في البلد، مفيش نهائي. حتى للانتخابات ما كناش بنشوف الشباب يطلع ينتخب. يعني اما قبل 25 مفيش، الشاب النهارده كان عارف صوته ملوش لازمه، عارف ان هو النهارده مش هيجيب اللي يمثله، مش هيجيب حد يدافع عنه، مش هيجيب حد يعني يقف معاه في مواقف الازمات بتاعته. ولكن النهارده بقى في كلام اتغير، النسبه اتغيرت جامد جدا جدا في ان صوت الشاب النهارده في ظل القياده اللي موجوده في سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بداها وقال عام 2016 عام الشباب، وختامها النهارده طبعا ختامها بالمؤتمر، مؤتمر الوطني الاول للشباب. ده حاجه ما كناش نحلم بيها. تمام. الشباب كان مقصوره الاول على ناس معينه، ما كانش الشباب بيشارك، ما كانش الشباب ليه راي، ما فيش. تمام. فالحمد لله يعني ربنا. استاذ عمر، خليني اتكلم عن يعني اهم مشكلات شباب مرسى مطروح، ويعني شباب مرسى مطروح واحتياجاته من خلال الاجندات المفتوحه في هذا المؤتمر. احنا بنتكلم عن التعليم، بنتكلم عن الاعلام، بنتكلم عن المشاركه السياسيه، ايضا مساله الاقتصاد وتاثير الحاله الاقتصاديه على الشباب. طبعا بالنسبه لشباب مطروح، شباب بيتميز بالوعي، وده على مدار مثلا من ثورة 25 يناير لحد النهارده اثبت فعلا وادى دروس لجميع محافظات الجمهوريه ان هو ازاي قدر يحافظ على محافظته
قدر يحافظ على مقدراته وقدر يحافظ على المنشآت العامة والخاصة والحاجات التمام. إنما نيجي الحتة مهمة، يعني شباب مرسى مطروح تحديدا مظلوم شوية اقتصاديا، لأن محافظة مرسى مطروح بتعتمد اعتمد حوالي 80% على السياحة الداخلية، ودي بتبقى شهرين في الصيف بس، يعني السيزون بيبقى شهرين، باقي السنة بيبقى ما فيش أي دخل بيدخل للمحافظة. فدي طبعا عاملة يعني بتعمل مشكلة لشباب مطروح في الفترة الطويلة اللي هم العشر شهور دول. تاني حاجة بالنسبة يعني شباب مرسى مطروح النهاردة بيطالب في التعيين، وده حقه في شركات البترول، برضو بيطالب ان احنا من حقنا يكون لينا جامعة يستكمل ويبتدي انشائها، تمام، تبقى موجودة في مرسى مطروح. النهاردة احنا عندنا انواع كتيرة في السياحة، يعني ممكن السياحة العلاجية، سياحة المعسكرات، السياحة اللي هي السفاري، دي شواطئ كلها مطروح شواطئ مميزة جدا على مستوى شواطئ بصراحة، يعني مطروح بصراحة لو خدت دعم إعلامي بالنسبة على مستوى العالم وتم الترويج ليها، انا متهيألي هتكون ايه اللي محتاجه شباب مطروح لتطوير ذاته، يعني ليكون قادر على هذه التحديات. بالنسبة لشباب مطروح هو محتاج زي ما قلت لحضرتك الدعم، يعني ان احنا يعني احنا النهارده مثلا في المؤتمر بنتكلم عن ورش عمل في مجالات مختلفه، لو اتكلمت عن يعني من اطار مشكلات شباب مطروح اللي حضرتك شايفها، ايه اللي محتاجه، ايه اللي محتاجين نشتغل عليه في يعني في هذه المنطقه علشان نرى نتائج مختلفه؟ ان شاء الله باذن الله، يعني اللي برضه هنبتدي نتكلم فيه في المؤتمر ان شاء الله، ان ازاي نخلي السياحه طول السنه، نبتدي بقى يعني المنشآت والأماكن موجودة، الشواطئ موجودة، احنا كل اللي عايزينه ترويج، ده رقم واحد بالنسبة ان احنا نشغل السياحة طول السنة. الحاجة الأهم تعيينات في البترول، يعني النهاردة شباب مطروح نسبة كبيرة مش متعين في البترول، وشركات موجودة على أرض مطروح، تمام، مش متعين. التالت حاجة الجامعة، ان يكون في جامعة خاصة بأهالي مطروح. فطبعا يعني ان شاء الله باذن الله في المؤتمر في ورش العمل هنبتدي نشارك في ونتكلم في الموضوع. استاذ خالد، اكتر يعني الجلسات حضرتك طبعا اطلعت على برنامج المؤتمر، اكتر الجلسات او اكتر ورش العمل يعني اللي شايف ان انت مهتم جدا المشاركه فيها؟ ان شاء الله بامر الله، انا من اكتر الحاجات اللي بتمثل المواطن دي اهم حاجه تهمني، يعني لان انا في الشارع وموجود مع المواطن، موجود مع الغني، وموجود مع الفقير، موجود مع محدود الدخل، فعارف مشاكل المواطن قريب منها قوي. فانا ورش العمل اللي انا ان شاء الله ربنا يسهل وهشارك فيها بقوه هي علاقه المواطن بالمحليات، لان دي من اكبر يعني من اكبر المشاكل، لان المحليات دي موجوده في كل مكان، موجوده في كل حاجه، موجوده في الكهرباء، موجوده في الميه، موجوده في الصرف الصحي، موجوده في رغيف العيش، موجوده في السكر، موجوده في الزيت، المحليات موجودة في الصحة، موجودة في كل حاجة، موجودة في الزراعة، موجودة يعني في مكافحة الآفات والحشرات. لازم ايه اللي بينقص الشباب للمشاركة في الانتخابات المحلية؟ لا انا المحليات يعني بينقص الشباب طبعا، انا قلت لحضرتك اتكلمنا في الاول انه ما كانش عنده ثقة، تمام، اتغيرت. كل الشباب النهاردة يعني قادم على المشاركة، بيسعى بكل ما قوته من قوة انه بيجري في الشارع وبيعملوا ارضية، ده بيخدم الناس، هو اللي بيخدم الناس هو اللي هيجي، ده بغض النظر عن تنفيذ حزبي او غير حزبي. النهارده اللي بيخدم الناس هو اللي هيجي، اللي بيحل مشاكل المواطنين هو اللي هيجي. الشارع بقى عنده المفهوم ده، ما فيش النهارده ما حدش هيجي باراشوت، هيجي ينزل الشارع ياخد قريه او مركز او مدينه او محافظه من خارج الناس كمان بقى عندها هذا الوعي. ما خلاص. ففي حاجه برضه احنا كنا عايزين نناقشها، يعني نتمناها في باذن الله في لجنه المحليات وعلاقتها بالمجتمع، عايزين الشباب يبقى له دور اكتر في القياده، يعني بقى حضرتك ان احنا القياده النهارده يعني ما بقاش انا مش شرط ان انا عشان اجيب سكرتير عام لازم يكون عنده 50 سنه ولا 58 سنه اجيبه اقضي سنتين ويطلع معاش، لا انا النهارده ليه ما يبقاش عنده 40 سنه ويبقى سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ويبقى من ابناء المحافظه، تمام. يعني انا النهارده لازم احفز الشباب، وانا شايف برضه في اتجاه للدوله انها بدات تجيب رؤساء مدن شباب
بس بنسب بسيطه، نتمنى انها تبقى نسب كبيره. رؤساء احياء شباب نتمنى برضو انهم تبقى بنسبه اكبر، يتم تاهيلهم وتثقيفهم يعني ازاي انه يتعامل مع المواطن، ازاي نحل ازمه المواطن، وازاي ان احنا نوفر للناس دي حياه كريمه. يعني برضو انا النهارده الموظف المحليات انا يعني انا شايل همه النهارده، لما انا مش مديله انه يعرف يعيش كويس، وهو رغم مع العلم يعني احنا بنتكلم بصراحه شويه ان موظف المحلات في ايده بتعامل في حاجات بملايين. تقصد الفساد المالي والاداري؟ الفساد المالي. انا النهارده انا معذور الموظف عندي في حاجه، ان انا ما بديهوش المرتب الكفايه. انا مش بصرح له بالفساد، لا انا عايز احافظ عليه عشان اعرف اعالجه، عشان لما يسرق اقطع رقبته. انا ما لازم اديله عشان خاطر اعرف احاسبه واديله اخليه ينتج. انا النهارده لو انا بحاسب الموظف النهارده بخليه زي اي مؤسسه خاصه او اي قطاع خاص، خليتها مؤسسه انتاجيه. يعني انا بحاسبه على قد انتاجه وعلى قد شغله، فهينتج هيشتغل. ومن انا مش عاوز احمل الدوله، مش عايز احمل الدوله عبء، ولا عايز احملها زياده في الموضوع في اعباء جديده على الدوله في زياده مرتبات. لا انا ما بقولش زياده مرتبات من خلال الدوله، لا انا بقول زياده مرتبات من خلال شغله. انا النهارده بتشتغل عندي 5 ساعات، بتشتغل 8 ساعات، حاسبك على 8 ساعات من خلال انتاجك، من خلال انت عملت النهارده كم تصريح مباني، انت عملت النهارده حليت مشكله كم مواطن، انت دخلت قد ايه بالزبط. انت دخلت قد ايه للمحافظه، دخلت قد ايه للحي، دخلت قد ايه للوحده المحليه، دخلت قد ايه لمكانك. على هذا الاساس حد اقيمك وحد اديك مرتب، فهو غصب يعني مضطر انه يشتغل صحيح. عشان في مقابل هياخده، واخد بالك. فانا معلش طلت على حضراتكم. في حاجه تانية برضه، المشروعات الصغيره ان شاء الله هتطرق اليها، مشارك فيها بقوه باذن الله، وخاصه مشروعات الثروه الحيوانيه وتنميه الثروه الزراعيه ان شاء الله، لان ده برضو انا موجود في المجال دوت وعندي خبره فيه. ان شاء الله ربنا ييسر باذن الله ويكرمنا ووفقنا، ونطلع بورقه عمل قيمه نطلع بيها يعني نحقق ثقه القياده السياسيه فينا باذن الله، او نبقى عند حسن ظنهم فينا زي ما هم ادونا. على فكره المؤتمر ده حاجه نسيت برضه اقولها استاذ خالد، المؤتمر كله شباب، تنظيم تمام. شباب رعايته شباب تمام. مفيش حد والله، دي انا لما استاهم امبارح لما جيت لقيت ان احنا اللي بنعمل منظمين كمان، احنا اللي بنعمل ورش العمل. استاذ خالد يا استاذ عمر، اخيرا يعني اهم يعني ورش العمل حضرتك حريص صح انك تحضرها، ايه هي؟ ان شاء الله ورشه عمل تنميه الاقتصاد المصري، اسباب الهجره الغير شرعيه، وتاني حاجه بنتكلم على السياحه والتعليم ان شاء الله. برضو في حاجه برضو يعني برضو ناقصه بالنسبه للمطروح، اللي هي وحدات غسيل الكلى في السلوم، لان احنا بيننا وبين السلوم مسافه 300 كيلو، يعني مسافات بعيده. فبرضو بالنسبه لاهالي مطروح احنا بنطالب ان يكون في برضو ايه في السلوم او كده هو. والحقيقه برضو من البرنامج هنا انا بقدم الشكر لسياده المحافظ علاء فتحي ابو زيد، اللي هو علاء فتحي، على المجهود الكبير اللي هو بيعمله للتواصل مع المواطن وحل مشاكله. الحقيقه يعني بالنسبه لحل المشاكل ناس على فكره، هي كمان فرصه. المؤتمر يعني مليان بالشخصيات المختلفه، تقدروا تتواصلوا معاهم بشكل مباشر، ودي واحده من الفرص الجيده جدا. مفيش مشكله في دخول مكتب اي مسؤول، تمام، ده ملاحظينه، اي مسؤول في اي وقت تمام. من الايام تليفوناته معانا موجوده، في اي حادث عارض، في اي مشكله تمام. في اي موجود كمان المؤتمر هيكون فرصه جيده. بشكركم شكرا جزيلا استاذ خالد رضا، مسؤول لجنه الشباب الاسماعيليه، استاذ عمر مكرم، مسؤول لجنه شباب مرسى مطروح، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، اتمنى لكم كل التوفيق يعني. شكرا. لسه مكملين مع حضراتكم، استنونا نروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه من شرم الشيخ.